إذن عشان نحط، لأنه برضو إن احنا نظلم حد مفترض ده مش صح، أو نغيب الحقيقة ونبني عليها آراء برضو كلام مش أمين. اللواء ثروت سويلم له من التدخلات في شؤون التحكيم ما يكفي، يعني لا يعفيه أبدا في هذه الواقعة إنه رجع من الحج يوم الجمعة، وإنه حكم الأهلي وبيراميدز جهاد جريشة كان تم اختياره يوم الأربعاء قبل ما يجي، بس هو عنده تدخلات كتيره ده جدا، ده موضوع تاني وعنده انحيازات عشان كتيره اللي عايز يحدفها بالظبط ما يحدفهاش في الحته دي دلوقتي. لكن خلينا نحدد المسؤوليات، لانه انا لو عندي رئيس لجنه حكام بيبدا مشواره وبيبدا مهمته ويتقال انه مباراه مهمه جدا للاهلي وبيراميدز تم اختيار حكم هو ما يعرفش حاجه عنه، لا انا لو رئيس لجنه حكام سلام عليكم من قبل ما اشتغل، ما دام هذه المباراه في هذا التوقيت تقع تحت مسؤوليتي يبقى انا اللي اختار، والا ما هو جهاد جريشه دلوقتي هقول لكم هيعاقب، وهيعاقب عقوبه غير معلنه، وهيبعد عن مباريات الاهلي لفتره ليست قصيره، يعني ممكن ما تلاقيهوش السنه الجايه في الدور الاول كله لمباريات الاهلي الى ان يجد جديد، من باب انه فلسفه اللجنه الجديده هتبقى ابعاد كل واحد ممكن يثار عليه مشكله مع نادي معين. مش هلاقي حكام بعد شوي، منعا لتكرار المشاكل. فإذا هذا الاجتماع الثلاثي للكابتن سمير عثمان والكابتن عزب حجاج والكابتن وجيه أحمد هو اللي اختار الكابتن جهاد جريشة، وربما كان معاهم برضو الحق، لأنك أنت مباراة مهمة ما نختلفش إن هو رقم واحد في مصر. لا نختلف، لا 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 أنا عايز أعرف جابوها منين. راجع من كأس العالم إيه يعني؟ ده أعلى تصنيف يا حبيبي. لا دي صناعة إعلامية وإلحاح إعلامي بقالنا فيه أربع خمس سنين بتجهزه إن هو يتقال عليه رقم واحد في مصر. هات لي موسم ملوش مشكلة أو اتنين كبار جدا، هو وإبراهيم نور الدين. هات لي الوقائع الفجة، هات لي إيه؟ أنت ما كنتش جبتها هزعل منك. في الوداد والترجي كان، أنت عايز إيه؟ لا الوقائع بتاعت جريش لوحده مع النادي الأهلي. تمام، جبتها ولا ما جبتهاش؟ تمام جاي. هزعل والله. طيب النادي الاهلي بعت جواب لاتحاد الكوره النهارده بيحط له النقاط على الحروف، وقال النادي الاهلي ارسلت اداره النادي خطابا ظهر اليوم لاتحاد كره القدم تؤكد فيه على رفضها القاطع للاخطاء التحكيميه الفجه التي كبدت فريق الاهلي الكثير في بطوله الدوري والكاس هذا الموسم، وان النادي سبق وان حذر في كتابات عديده لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق التقديرية، وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الفار، وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية. وأكد الأهلي في خطابه على أنه تحمل فوق الطاقة ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة، وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر. وجاء في الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد، خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، واللي جاية الجملة المهمة، ويدرس النادي الأهلي حاليا ما لم يكن يتمناه، وهو الطلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة. خلي بالك، هي المشكلة مش مشكلة أنك تستبعد مين ولا تخلي مين، هيتم صناعة ناس تؤدي نفس الأدوار. هو أنا لما بقول الإرادة، إرادة يعني إيه؟ وأنت الأخطاء تتعامل معاك كأخطاء، ما فيش إرادة الخطأ. أيوه. لكن لما يكون في إرادة يبقى مش خطأ. ده يبقى أنت بتعمل حاجة أنت عارفها. أيوه. لما يجي أستاذ إبراهيم نور الدين يجي لي في ماتش الإنتاج ويبص للحكم الخامس والحكم الخامس يعمل كده مشارك في اللعبه وما شافش حاجه، وبعدين يقول لك ابراهيم كان هيصفر
وبعدين لما لقى ما ادالوش القرار وكانها اصبحت الحكم مسؤوليه ها ال الحاجات اللي في ال 18 مسؤوليه الحكم الخامس. طيب مين كان الحكم الخامس في المباراه بتاعه بيراميدو الاهلي؟ سامي، طارق سامي. اه ما بيفكركش بحاجه، بطل زمالك وطنطا. انا اجيب حكم حسب ضربه جزاء على طنطا وتجاهل ثلاث جرائم في منطقه الجزاء يستحق طنطا ثلاث ضربات جزاء واحتسبت عليه ضربه جزاء خرج بها مغلوب واحد وله ثلاث ضربات جزاء ونزل طنطا بسببها الى بعد كده، لان لو خد الثلاث نقاط دول كان قاعد، كان خد دفعه ثانيه خالص، واخد بال، كان قاعد. هل ده معقول؟ هل ده ممكن اجيبه؟ يبقى هو اللي يقوى اللي يتقال له، وفي ناس بتقسم لي ان يتقال لهم مالكوش دعوه باللي بيحصل في ال 18 من الحكم، حكم الساحه. بيقسموا لي ان سمعوه بيقول الله اعلم، بس انا بقول لك اللي بيتقال مالكوش دعوه باللي في الساحه، وحطت ايده، بص حطت ايده على ودنه، يعني ابراهيم نور الدين بيكلمه السنه دلوقتي. شوف بعد ما يقع هيجي على الشمال، هو شاف اللعبه. دي الحته دي هي السنة بقى. من هنا بقى خلي بالك هيرجع على الشمال اهو، هتشوفه دلوقتي رجع على الشمال وحاطط ايده على ودنه. المكالمه يعني ما تقولش بقى، انا بقول والنبي شوف النبي شوف يقطعها، بقول له وهو راجع على الشمال. يا عم جيبها لنا يا عم، وهو حاطط. طيب هيعيدها شوارب تاني؟ اتفضل. انت عارف في حاجات كده في التحكيم. انا وريت مره، عملت حلقه مع عيسى حياته وريته ماتش الاهلي وكان فرقه مغربيه. الحكم اللاين زمان اهي، استنى بص، شفت اهي، شفت يا سيدي ها، قال له سأله، ده الكونكشن اللي بينه وبينه، سأله ما يقولش بقى انه ما شافش وما عملش. لا وبعدين انت ابراهيم أصلاً نور الدين سأله، وهو اصلا جهاد جريشة، ما كل الناس قالت كده، انت شايف ما تحسب، انت بترميها على الحكم الخامس بأمارة ايه؟ وبعدين ببساطة شديدة الاهلي كان له ضربة جزاء، لا كان له ثلاث ضربات جزاء، هاجي لك مش كشف الحساب. لكن هي ليه يا جماعة؟ اولا الحتة دي تبدو هي اللي في عفريت في المنطقة دي، العدة دي في نفس مكان حسين، مش عايزين يا ابراهيم في نفس الجزئية، هو بين الخطأ والإرادة، ما هو مش خطأ، هو هي إرادة ان ما يحسبوه، مش الصدفة. صحيح. ليه بيراميدز؟ المباراة الأولى للأهلي وبيراميدز كانت 4 يناير في الدوري، ضربة جزاء غير محتسبة، عشان بس الإخوة الظرفاء قوي اللي بيراميدز كده يحتفظ بالأهلي مدى الحياة عشان كسبه 3 مرات. لا ده لو هي كده الأهلي يحتفظ بناس كتيرة قوي فور ايفر مدى الحياة قوي، ده يحتفظ باللي قايل كده هو وعياله مش كده؟ وأحفاده. لو قلبنا يعني في ناس كتيرة بالأربع مباريات والخمس مباريات وست سبع سنين ورا بعض لو هي كده، لكن محدش بيتكلم على إنه في مباراة بيراميدز ادي الأهلي حقه، ويخسر كورة يخسر كورة، بس علشان الأهلي لا بيصوت ولا بيزعق ولا بيعمل ضجيج ولا بيهدد ولا بيتوقف ولا بيهاجم الحكام ولا بيسئلهم ولا بيتعرض لأشخاصهم ولا زمامهم ولا سمعتهم ولا مين ومين، كل ده الأهلي ما بيعملهوش، عشان كده الأخطاء بتتكرر وبيرجع يقول نفد الصبر مش هينفع، إلى أن قال هنضطر ندرس ما لا نتمناه، إن في ناس ما نشوفهاش في مبارياتنا، وده مش من فراغ لأنه فعلا فاضل كيل. مسألة غير رياضية ان انت ترفض حكم بعينه، بس مسألة غير رياضية بالمرة ان الاخطاء تتكرر والقائمين على اللجنة ما عندهمش ادنى حرص على ان احنا نصحح او نصلح. ورينا بقى النماذج بقى، عشان هي دي اللي هتقنع الناس. الاهلي وبيراميدز 4 يناير الماضي ماش. مش هنقول راينا زي ما متعودين، نشوف السادة خبراء التحكيم والالعاب نفسها قبل الخبراء، كابتن احمد الشناوي في اون سبورت عن
ضربة جزاء غير محتسبة للأهلي في مباراة بيراميدز الأولى 4 يناير. نشوف الحالة اللي بعد كده. هي لعبة ركلة الجزاء اللي جاية دي. هل هناك ركلة جزاء مكانه يسمح له بالرؤية؟ لكن شوف بيصفر امتى سيميليشن، برضه قرار متأخر. بص أنا جايب لكم أهو. نقف هنا. قدم مين على مين هنا؟ الشرب الأبيض على الأحمر ولا لأ؟ النهارده القدم ده اللعيب بيتحرك لما ثبت رجله. طبعا كلكم كباتن ولعيبة كورة، اللاعب عشان يتحرك أول ما هيعمل جسمه قدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبتة لازم يسقط في الأرض. وبالتالي هنا خطأ واضح وركلة جزاء. للأسف الشديد إن هو لو ما احتسبهاش أنا كنت ممكن أقول ماشي، ده كلام جميل ما فيهاش مشكلة. لكن كونه يعاقبه بإنذار، أنا ليه ركلة جزاء تحسبها عليا يعني اندايركت وإنذار؟ أنا شايف إنه قرار يعني عايز أقول خانوا الصواب والتوفيق. واضح أدي الرجل أهي، وهو شايف وعنده رؤية وعنده كل حاجة، لكن هو خاف إنه يحتسب. ما يعرفش يعني قدراته، هل بيهرب من احتساب ركلة الجزاء باحتساب التمثيل؟ أمر يعني كان غريب جدا. على فكرة الكابتن الشناوي ها شخصية جميلة وذكي جدا، هو بيديك واحدة من ضمن اتنين تلاتة بيبقوا في الماتش. بس هو مش عايز يديك اتنين تلاتة، انما يقول لك ليك واحدة بس. الماتش ده كان فيه ضربة جزاء تانية واضحة جدا برضو وما اتحسبتش. طيب هل كفاية انه يطلع كابتن جهاد جريشة زي ما قالت بعض المواقع انه يعترف انه يا ولده ما عرفش ينام؟ لا تاني ماتش بس يتفرق. خلينا احنا جايين للماتش بتاع جهاد جريشة. تاني ماتش، في ماتش تاني اللي خسرناه في الدوري طيب لينا ضربتين جزاء برضو، جبتهم يا جماعة ولا ايه؟ طيب على ما هنشوف يجهزوا. لكنه كابتن جهاد جريشة اعترف، او حسب احد المواقع يمكن موقع الكابتن، قال انه جهاد جريشة اعترف بصحة ضربة جزاء للاهلي امام بيراميدز، وانه لما اتفرج عليها تعب شوية وقال يعني يا خسارة الاهلي كان له ضربة جزاء ما حسبتهاش. احنا بنتكلم يا جماعة على حكم مونديالي، احنا كده زي يعني بتكلم او بتفق مع المهندس عدلي، احنا بنتكلم على حكم المصنف الاول. كل ما يغلط تقول لي ده هو رقم واحد. حكايه ان كل مباراه في مشكله كبيره، مش مشكله عاديه، مشكله كبيره تتعلق ربما بشخصيته، تتعلق بلياقته الذهنيه، تتعلق بتقديره للموقف، تتعلق بكفاءه فنيه، تتعلق برؤيه، اسباب كتيره جدا لجنه الحكام عليها ان تراجع ده. جهاد جريشه لا يستحق ان يكون حكم مصر الاول. لو الترتيب بهذا الشكل اذا في مشاكل شخصيه وفي علاقات شخصيه، وهذا الترتيب خاضع لحاجات تانية خالص. إنما في كل المناسبات في لغط كبير جدا على أحداث مؤثرة جدا في نتائج المباريات، لا الأمر يحتاج إلى مراجعة، ولعل لجنة الحكام الجديدة تعيد النظر في مثل هذه الأمور. في هذه المباراة هنشوف هل إحنا شفنا مباراة بيراميدز يعني بشكل واضح هدرت للأهلي فرصة احتساب ضربة جزاء في مباراة الكاس. إيه اللي حصل للأهلي في مذبحة العدالة؟ والبداية مع الكابتن أحمد الشناوي في أون سبورت. هنا بقى يعني أنا عايز أقول عن الحالة، أدي الحكم الإضافي. هو الحكم الاضافي متاخر ليه كده؟ يعني ولو ان الرؤيه تبقى اوضح. بص يا كابتن انا عملت هنا لوز ليه؟ نعم. حتى انا جهاد جريشه بعيد عشان لما تشوف الاعداد. لا بعيد يا كابتن، صعب قوي حددها. هجيبها لك من زاويه ثانيه هتلاقي جهاد جريشه مش بعيد. لا ما هو يا كابتن اهو هجيبها لك من زاويه ثانيه. طيب. ماشي اتفضل. انا هنا ادي اللعبه دي بالشكل ده. هو خد كوره انما بالرجل الثانيه هتشوفوا اللي هي رجل في الارض اهي، شايفين بتطلع زي عرقلته. لا هو ما خدش الكوره خالص.
فيها بينالتي ولا ما فيهاش بينالتي؟ هي فيها بينالتي يا كابتن، قلت ما فيهاش. لا بس عشان هي كرة بينالتي بغض النظر. نعم. خدوا الكرة مش معايا برضه. خلينا نوصل لحاجة يا كابتن. نعم. عايزين نقول حاجة مبدأ. الزاوية التانية بقى الأهم يا نصر. إذا أنا لو أنا نجحت في لعب الكرة إذا أنا نجحت في لعب الكرة نعم، مش معنى إن أنا نجحت في لعب الكرة إن أنا أرتكب مخالفة. تمام. فلاعب لاعب حتى شاط الكرة هنا تبان، هنا تبان الفاول موجود. في هنا عرقلة؟ طبعا العرقلة موجودة يا كابتن، واضحة كل الناس. يعني انا عايز اقول للناس كلها شايفه ادي الرجل اهي، الرجل بص الرجل تطلع اهي. أيوة. والثانيه كمان الرجل الثانيه خلاص خدت رجله وقعته. خلاص العرقله موجوده، وكان على الحكم الاضافي ان يقول له ركله جزاء ركله جزاء. وكان بص بقى يا كابتن، لا ارجع بقى نصر، دي اللي كنت عايز اوريك فيها زاويه جهاد جريش. ما يشوفهاش يا كابتن، كمل بقى اهو جهاد اهو بعيد يا كابتن برضو. يا كابتن ما يشوفش ايه؟ مسافه بعيده يا كابتن. يا كابتن ما كانش في حكم خامس. طيب المهم خلينا بس نشوف. نعم. الهدف يعني انا قصدي طب الخامس ما اداش ليه؟ هو ده ما ده الشغل بتاعه يا كابتن. ده شغله. فيها بينالتي ولا ما فيهاش؟ فيها ركله جزاء طبعا. ليه ما اداش الحكم الخامس؟ ما هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. بينك وبينها 3 متر. وانا عايز اقول يعني الحكم الخامس ده يا كابتن بالظبط زي الفيديو. بالظبط بالظبط زي فيديو. هو فيديو لان هو بينه وبينها 3 متر، هو اللي هيقول له في عرقله ما فيش. حتى الكابتن حازم قاعد جنبي في اللعبه قال لي فعلا في رجل معرقله. هفكرك بلعبه. ما هو يا كابتن يعني ما هو زي ما حضرتك قلت، هو الحكم هنا الحكم الخامس. انا عايز اسال سؤال يا كابتن. هو الحكم الاضافي اللي نازل معاه ده، انا نازل وعارف ان في معايا واحد واقف في الحته دي. مظبوط. يبقى يعني على الاقل انا بدخل جهدي لحاجات ثانيه اقدر اشتغل بيها. ابعد 100. فالنهارده هو كان مثلا دي معرفش كان مين، مش عارف هو برضه طارق سامي ولا لا، عشان ما كان لا ده كان ابو خاطر. ده ابو خاطر. ده محمد ابو خاطر. يعني تطابق. تطابق طبعا. لا لا وتطابق. وبعدين في المرتين ابراهيم نور الدين شايف وجهاد جريشه شايف، وتسمع بقى خبير تحكيمي يقول لك ايه، اصله كان بعيد عن اللعبه. هو اصلا ما فيش حكم خامس، يعني الاوبشن ده اللي اضيف. انت المفترض الحكم، ما احنا مش جايبين برضو حكم نظره ضعيف عشان يبقى حكم. في حكم حسب مصر على الأول. على النادي الاهلي ضرب جزاء وهو بيجري من دايره السنتر على الشناوي لما طلع شافها بقلبه جري. كان وجايبينه من دايره السنتر بيجري. فهي دي الفكره، انت في اللقطتين ابراهيم نور الدين على عمودي على اللعبه وشايفها وحط الصفاره فوق وهيصفر. وبقيت ضربات الجزاء عايزين وخاطر ورا اللعبه عمال يتنطط وشايفها. ثم جهاد جريشه شايف اللي حاصل مع حسين الشحات والحكم الخامس في ظهره، وفي الحالتين الخطا واضح. يمكن المشكله في الحته دي في عفريت. نصيحه بقى للعيبه الاهلي، محدش يدخل من الحته ديت فيها عفريت، مش هيتحسب لك ضربه جزاء في الحته دي. انت بتتكلم مرتين والحكم الخامس في ظهره والحكم الرئيسي حكم الصفاره عمودي عليه وشايف، وفي الحالتين لا. طيب الشناوي ادانا ضربه، هل الكابتن ياسر عبد الرؤوف في النيل الرياضه شايف الاخطاء هي دي فقط ولا ايه؟ نروح للحاله اللي بعد كده، وقف الدقيقه 16 عند المساعد رقم 2 يوسف البساطي، وهو هنا في اشاره بوجود تسلل. نشوف لحظه اللمس برده بتاعتنا ونشوف هل فعلا اللاعب كان في موقف تسلل ولا لا. بس هي دي لحظه اللمس. هنلاقي طبعا ان لاعب النادي الاهلي متغطي بخطوه تقريبا، ولكن يوسف ما كانش موفق في القرار واشار بوجود تسلل. نمشي بقى ونشوف هل في دفع ولا ما فيش دفع. اعتقد ان الايد اليمين فيها دفع، ولكن جهاد مركز على الجزء السفلي مش العلوي، فبالتالي كان في مخالفه، ولكن مش من حق لاعب النادي الاهلي يعترض، والاعتراض ده كان لازم يقابل بنوع من الحزم شويه. نروح في الدقيقه 47 ونشوف لعبه مهمه شويه. حصل سقوط وبعدين لقينا لاعب النادي الاهلي بيتكلم. طب نقف بس هنا لحظه، نقف لحظه، لا نرجع كمان خطوه واحده، نرجع كمان خطوه واحده بس، نمشي بقى ونشوف ايه اللي هيحصل. كده بقى في تنافس ما بين الاثنين على الكوره. لو المدافع نجح في ان هو يوصل للكوره ما عندناش مشاكل، ولكن الكوره عدت وبعدين حصل في رجله خبطت في رجل المهاجم. ده المنظر اللي قدامنا وده الشكل اللي قدامنا، فبالتالي كان لابد هنا ان يكون في احتساب ركله جزاء للاهمال، ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. وبس انا عايز نرجع للكادر الرئيسي، دي حاله مهمه عشان نراجع موقف الحكم الاضافي وموقف حكم الساحه. ده طارق سامي بدا يتحرك، ولكن اتحرك متاخر.
اتحرك متاخر. طبعا جهاد هو خارج القوس بحوالي 3 4 ياردات، وجاب كابتن جهاد بعيد كمان، يعني هو اعتمد فيها كليات على الحكم الاضافي. هي اللعبه قريبه من طارق، ولكن تاخره في التحرك، فطبعا المهاجم نفسه هو اللي عمل بلوك عليه، هو مش عارف الرجل وصلت ولا ما وصلتش، ولكن في النهايه لا طبعا في مخالفه باهمال، وكان لابد من احتساب ركله جزاء لم تحتسب. وللاسف برضو تاني ان هي ركله جزاء مؤثره في نتيجه المباراه الكليه، لان المباراه انتهت 1-0 لصالح بيراميدز. نروح للحاله اللي بعد كده، وهي برضو حاله تسلل عند هاني عبد الفتاح، ونروح للزاويه الجانبيه. يعني هي بس دي اللي انا ممكن ما اتفقش مع هاني عبد الفتاح في الكام قرار اللي هو خدهم بحالات التسلل. اعتقد ان المهاجم المدافع اللي هو ناحيتنا يا اما على خط واحد يا اما يعني مغطي بخطوه، ولكن انا مش هقدر اجزم طبعا، ولكن هو ده كان قراره باحتساب التسلل. ولكن لو بصينا لتمركزه هنلاقيه ان هو سابق بخطوتين، لو ظبط تمركزه هيوصل لقرار احسن من كده يقدر يقنعنا بيه. يعني طبعا شرح رائع جدا، واضح كده من كلام حضرتك ان الخطا الاكبر الاوضح هو ضربه جزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. بالظبط. خلاص كله عايز يقول لك في ضرب الجزاء. طب ولمسات اليد اللي حصلت مرتين، مره واللاعب واقع على الارض فارد دراعه وجت في ايده، ومره والكابتن شناوي للاسف فسرها. لا يا اخي دي خلاص دي بتاعت الانتاج. جمع الانتاج والثانيه الاثنين. ايوه بيراميدز والانتاج. والاثنين عندهم اسباب موضوعيه انه ما شافوش، والحكم في الحالتين الحكم الخامس في ظهر الوقت قريبين من اللعبه جدا يعني، قريبين من نقعد نبرر ونقعد نقول. وبعدين انا عايز اسال سؤال، هو انا مالي هي غلطه مين؟ ليه ضربه جزاء؟ بالظبط. هنقعد نقول اصل دي مش غلطه جهاد، دي غلطه الحكم الخامس. والحكم الخامس ده ايه يعني؟ يعني ده بتاعي جابه معايا انا يعني. مش بتاعه ده، الحكم بتاع الاهلي اللي جابه معاه. لا والحكم سيد الملعب. طب ما تصفر. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، في ضربتين جزاء، واحده اللاعب المدافع وقع على الارض، وبرده كانت حسين الشحات من ناحيه اليمين. كاميرا موقع الاهلي جابتها. كاميرا موقع الاهلي يا شارب لو جاهزه، ده تصوير لكاميرا موقع الاهلي. هنشوف بس التاتش بول اللي على الارض. وبعدين هرجع للكره للكابتن شناوي. اهي اهي اهي، بص ادي ازهاره اهي. شوف دراعه المفروض قد ايه. بص استفاد من اللعبه قد ايه، اهو منع مرور اللعبه، منع مرور الكره. ده الكره رجعت. يعني هو لا كنسها من على الارض. وبعدين اهي وادي ده. ايه ده يا اخي ده؟ والنبي ايه ده؟ اهي يعني حاجه. بعدين محدش يتكلم عليهم فيها. اهي بص ده هو شاطها من على الارض بايده، يعني الكره ماشيه في اتجاه رجعها بايده. خلي بالك. طيب برضه كل الخبراء. لا في الكرة بقى التانية اللي الكابتن الشناوي اللي بيقارنوها بتاعته وبتاعت محمد هاني. بتاعت محمد هاني جت في ايده على طول فتبقى ضربة جزاء. فاول. لكن دي مش ضربة جزاء لان جت في رجله الاول وبعدين جت في ايده. وده التعديل الجديد. الغريب ان الكابتن الشناوي بيقول ان ده التعديل الجديد. ده التعديل الجديد اللي قال اي لمسة تبقى ضربة جزاء حتى لو جاية من رجلك. مش العكس. مش هي كانت بتتحسب وبعدين التعديل الجديد قال ما تتحسبش؟ لا هو التعديل الجديد فين؟ اللاعب ما ينفعش يسجل الهدف لو لمست ايده سواء متعمد او غير متعمد. ده المهاجم. ايوه الله. التشدد ضد المهاجم ولصالح المدافع. طب المدافع بقى لما يلمسها لازم يكون في شرط العمديه في بالنسبه للمدافع. يعني ايه الشرط؟ ودي بقى ما هو هي التعديل فرق بين الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه. طيب نشوف الكابتن ايمن دجيش في قناه الاهلي، وهو واحد برضو من مساعدي من مساعدين الحكام الدوليين السابقين، رايه ايه في اللي حصل في مذبحه العداله. اللعبه كانت مؤثره جدا في نتيجه المباراه واثرت على نتيجه المباراه. كان في لعبه ودي لعبه الماتش يا كابتن اسلام، لعبه حسين الشحات اللي كانت ناحيه اليمين، اللي حسين الشحات ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب واضحه جدا. الغريبه ان انا برجع لبدايه الموسم اللي فات، وكان مباراه الانتاج الحربي وكانت في ركله جزاء. حضرتك بتتكلم عنها يعني صوره يعني صوره واضحه جدا. خلاص حسين الشحات لمس الكوره
لمس الكرة عدوا الرجل فين طلع فين الرجل بتاعت المدافع بيراميدز حمدي اعتقد الرجل خلاص هي الكره عدت ودي الرجل دي خلاص بتعطل حسين شحات واضحه انا الغريبه بتذكر كابتن اسلام مباراه الانتاج السنه اللي فاتت وكان مباراه الانتاج ونفس اللعبه كانت لعبه رجل الجزاء بتاعت هو وليد ازارو وليد ازارو كانت لعبه برده واضحه جدا للاسف الحكم الاضافي هنا برده كابتن جهاد عليه مسؤوليه يعني نبدا بالكابتن جهاد هي يا كابتن هي واضحه جدا واضحه جدا الرجل طبعا ارتفع زي الرجل مرفوعه مش محتاجه كابتن اسلام تحليل لان هي واضحه جدا الكره عدت وانت بتحط رجلك كده خلاص انت عقت المهاجم الغريبه ان هنا مكان الحكم الاضافي اللي هو محطوط ودي تخلينا نرجع كابتن طارق سامي زي ما قلت قبل المباراه من اكتر الحكام اللي كان عندهم ثقه في ان هو يبقى موجود كحكم اضافي في مباريات ويمكن اكتر حكم لعب حكم اضافي لكن علامه استفهام كبيره على اللعبه ديت انا طبعا جهاد جريشه عليه مسؤوليه لان المسؤول الاول عن المباراه هو الحكم كان جهاد الناحيه الثانيه كان نفسي جهاد حته ان انت كحكم ما تعتمدش على الاضافي يعني انت تقرب شويه برضو لازم تشوف انت التفاصيل كحكم طبعا جهاد عنده مسؤوليه في اللعبه لكن المسؤوليه كبيره برضو عند الحكم الاضافي لان انت النهارده الحكم الاضافي في المكان ده وفي الحته ديت هي دي اللعبه دي بتاعتك يعني انت جاي ودي هتخلينا كابتن لازم نعيد التفكير في تجربه الحكم الاضافي يتحدثون وكان الامر بحسن نيه لما تتكرر انا اول مره ممكن اقبل حسن النيه لما تتكرر بالشكل ده وفي اتجاه واحد انا عايز اسال سؤال لو حط الوضع معكوس لو في المباريات الثلاث بتوع الاهلي ضربات الجزاء دي كانت على الاهلي كيف كان سيتم تداولها اعلاميا وتحكيميا واتحاد الكوره يعني لو كانوا قامت القيامه لماذا هذا الصمت؟ الله انا خسرت وطلعت من كاس مصر يا اخوانا ومعترف باخطائي مالكش دعوه انا بيني وبينك حاجه ما تخصكش انت مالك ان انا عندي لعيبه وحشه ولا مدرب وحش ولا ايه شانك ايه انا بكل وحشتي دي لو خدت حقي كنت هكسب صحيح انا ليه ضربتين جزاء هو وفي الثالثه برضو انا بقول لك دي ضربه جزاء اللي هي اللي قالوا طلعت من الرجل على الايد لانها متشطه من بعيد مفيش عنصر مفاجاه فيها مش قريبه فحصلت كده مفيش مبرر انك تمشي في السياق لا وهو بنفس المعيار حسب على محمد هاني قال لك جت مباشره دي خبطت في رجله وطلعت على ايده بس خبطه من ايه من طيب. اين خبير التحكيم المونديالي بجد بقى كابتن جمال الغندور ومش هيكون جامل الاهلي في تحليله لانه بالمناسبه لما كان في قناه لبيراميدز كان محلل الخبير التحكيمي فيها الكابتن جمال الغندور هذه المره في تايم سبورت وقف عند كل اخطاء جهاد جريشه في المباراه والمفاجاه انه مفيش خطا واحد لصالح الاهلي كلهم حقوق مهدره للاهلي في مذبحه العداله نشوف تعالى نروح لحالة من الحالات اللي هيحصل عليها جدل كتير لأن في بعض المعلومات المغلوطة اتقالت من بعض الناس عن القوانين الجديدة والتعديلات الجديدة فيما يخص لمسة اليد. تعال نشوف اللعبة الأول من الإعادة أهو. اللاعب خد الكرة بإيده ولا ما خدهاش بإيده؟ ما فيهاش خلاص بإيده على الجبهة. نشوف كده. الكرة راحت عند إيد اللاعب يا كابتن وليد. خدها بايده اتحركت لها خلاص ده بقى مدافع مهاجم هيتحاسب مش ملهاش علاقه بالمدافع والمهاجم حته المهاجم دي موضوع تاني هنقف عنده حته المهاجم دي لان في بعض الناس للاسف الشديد طلعت قالت انه اي لمس لليد في اي مكان بقت مخالفه الكلام ده مش مظبوط الكلام ده لا يمت لكن دي مش محتاجه تعديل دي اللاعب ما طالش الكره بجسمه فاخدها بايده تعمد خلاص سهله مش صحيح. محتاجه بقى لا فيها لا هنتكلم عن مسافه ولا نتكلم عن اي معطيات او اي اعتبارات لانها سهله هنا دي لمسه يد لم تحتسب على مدافع نروح للحاله الثالثه في المباراه وهنشوف هنا ايضا حاله تسلل احنا قلنا حاله التسلل الاولى غير صحيحه نشوف حاله التسلل الثانيه في المباراه ونقف عند لحظه لعب الكوره من لاعب النادي الاهلي اللي هي دي اهي مش محتاجه انا هنا لا اعمل خط ولا حاجه اهي ادي لحظة لعب الكورة، دي بقى سهلة. دي سهلة. ليه؟ لأن دي مش خط واحد. صحيح. دي فيها نص ياردة
اكتر من نص يارده شويه، ادي لحظه لعب الكوره اهي، خليها تمشي شويه كمان، اتفضل يلا، دي اللي بيتحاسب عليها اللاعب. وبالتالي هنا طبعا برضو هنا اترفعت الرايه، يلا خلي اللعبه تمشي، اتفضل يلا اهي، بص اترفعت الرايه على تسلل ايضا غير موجود، وبالتالي قرار كان غير صحيح. يلا نروح لحاله من حالات اخرى اهي على حدود منطقه الجزاء. هقول لكم على حاجه مهمه جدا، انا هرجع للقطه دي تاني، بس ايه، هو طبعا هنا اللعب استمر، هنشوف اللعبه وبعدين هرجع للقطه دي تاني عشان اقول لك حاجه مهمه جدا. يلا هنا دي اللعبه اهو اهو، زي ما قلنا الفاول اهو، شايف الايد زي ما الفاول اللي اتعمل على اللي عمله الشحات، هي نفس اللعبه. هنا كان يجب احتساب فاول لصالح رمضان السيد. طيب هنروح للشوط الثاني، ونروح لاهم حاله في المباراه، هل في ركله جزاء ولا ما فيش ركله جزاء؟ متفقين كلنا، والقاعده اللي من ساعه من قبل ما ندخل التحكيم لغايه النهارده عشان ما حدش يتكلم عن تعديلات، اذا المدافع نجح في لعب الكوره تعظيم سلام ويستمر اللعب، اذا حضرتك ما لعبتش الكوره هتتحاسب على اي احتكاك. هو ما لعبش اي احتكاك، خلاص انت بعت نفسك، انت نزلت على الارض عملت تاكلينج، ما خدتش الكوره، الراجل خد الكوره، اي احتكاك بقى معاه بقت مخالفه، بقت فاول، باهمال، بتهور، باستخدام باي شكل من الاشكال، الاحتكاك هنا يعتبر مخالفه. اللي خد الكوره هو الصح، واللي خد الكوره هو اللي عنده الميزه، اللي اتعامل معاه، اللي ما خدش الكوره يتحاسب، ادي مره ودي مره ثانيه. اذا هناك شيء غريب يا كابتن كمان، ان الحكم الاضافي قدامها على طول، يعني طبيعي ان هو لو شافها بينالتي كان رفع. الغريبه كمان يا كابتن انه هذه الحكم الاضافي محطوط في هذا المكان عشان اللعبه، عشان يساعد عشان اللعبه دي. انا مش عارف هيقدر يجيبها لنا، كان في هذا الموسم ركله جزاء في نفس المكان اللي اتشد فيها ازارو، وليد ازارو تقريبا، ازارو تقريبا مش كده؟ لو يقدر يجيبها لنا في نفس المكان، انا ما اعرفش كان مين الحكم الاضافي ساعتها، لكن كانت حاجه برضو غريبه جدا وما اتحسبتش. كان اعتقد ابراهيم نور الدين الحكم، ده ازارو اتشد، اللي هو شد يعني ما فيهاش في نفس المكان وبنفس الوضوح. صحيح صحيح، وبنفس الوضوح. انت يا حكم بتحكم المباراه كان معكش حكم اضافي، يعني انت تروح التمركز، واعتقد لو ما فيش حكم اضافي برضو هتبقى سهله على حكم المباراه انه يشوف، لكن اللعبه سهله، اللعبه واضحه، لاعب اخذ الكوره ولاعب ما اخذش الكوره يحاسب، وركله الجزاء لم تحتسب. حاله انذار، هجمه واعده، قرار صحيح على فكره يا كابتن جمال، شبه الكوره بتاعت رمضان صبحي اللي ما اتحسبتش، نفس الزقه من المدافع، الكره اللي كانت في الاول احنا جبنا لها واحده بقى كريم شبهها، مش عايزين نجيب اكتر من واحده. طيب هنا 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 وعلى فكره التعديل عالج النقطه دي، ولكن هي من غير تعديل، انا فريق خسران وبلعب بسرعه، لان انا خسران ودي ماتشات كاس وبلعب بسرعه، هتفرق ايه يارده ولا يارتين لما العب الكوره بعيد يارده ولا يارتين؟ دي عايزه كومن سنس من الحكم، بالعكس ده هم في المره الثانيه حطوا الكوره قدام اكتر، يعني حطوها ابعد. فبرضو كان من الممكن انه مثل هذه الحالات يعني نزل مرات تتغاضى فيها عن مكان الكوره، يعني هنا فاول او تسلل، اتحطت الكوره هنا والفرقه خسرانه واتلعبت بسرعه، هتفرق ايه المترين او الثلاثه متر دول ان انا اصفر اوقف الهجمه وارجعك تاني؟ انت هتسيب كل حاجه وهتبقى تم استفزازك بانه انت بتوقف لي الهجمه بتاع، انت مش عايزني اهاجم، انت مش عايز نكسب، صحيح، انت عايز الفرقه الثانيه تكسب. شوف كل ده بيبدا بايه؟ بحاجه تافهه صغيره قد كده. صحيح، اداره المباراه يا جماعه من الامور، انا ما بتكلمش على الاداره، ان يكون في فاول ما احسبوش او ان في تسلل اسيبه يعدي واقول ده اداره، لا، عشان بس التفسير ما يروحش بعيد، لكن انا حسبت فاول واتلعبت من على بعد مترين، وفين؟ مش قدام المرمى، ده عند المرمى بتاعي. ده احنا احيانا بنتغاضى عن 10 متر 15 متر طالما الكره في منطقه دفاعيه، بنتغاضى عنها، بيبقى التسلل محسوب جوه الست ياردات وبيتلعب من بره ال 18 وبنتغاضى عنها. ليه؟ لان دي مش مؤثره.
اعتقد منتهى الوضوح. يعني كل الاخطاء دي في مباراه واحده ولا واحده منهم لصالح النادي الاهلي. الكوره اللي الاوفسايد اللي اتحسبت دي راحت لرمضان صبحي ولعبها في اتجاه المرمى وجت في ايد اللاعب، وكان لولا يعني خطا مركب، لا لولا انها اتحسبت اوفسايد كانت هتبقى ضربه جزاء. لا مش هي دي، مش هي دي، دي واحده ثانيه. لكن طب ما جبناش، ما كان انت سالت على الهاندبول، واخيرا الخير ما شاهد به كريم، نشوفه. جزاء لصالح النادي الاهلي واضحه وصريحه، يعني الكره بقى جايه من مسافه بعيده ومفيش حد مع الراجل ده، الراجل معرفش يسيطر على الكره فاخده، فالكره هربت منه راح جايبها بايده، ضربه جزاء. كره فيها كلام، خلينا نشوفها كده مع بعض. حسين الشحات حب يعدي، حصل عرقله اعتقد 21، ده احمد ايمن منصور ولا محمد حمدي، محمد حمدي عرقله واضحه لحسين الشحات، برضو دي ضربه جزاء، هي بانت في الاعاده الخلفيه. ارجع تاني يا وليد كده معلش، ضربه جزاء للاهلي برضو. خلي بالكوا بصوا، عشان بس في ناس هتقول ايه قدام التلفزيون الزملكاوي، يقول لك يا عم كريم انت مالك متحمس الاهلي، انا بتكلم بقى بدون انتماءات، ولا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، نتكلم في كوره حق ربنا. لا ضربه جزاء اهي، الكوره عدت، محمد حمدي قلش الكوره او جلاها، حسين الشحات اتعرقل اهو برجلين اتنين من محمد حمدي. لو ضربات الجزاء دي للزمالك هنقول، لو للاتحاد هنقول، لو لبيراميدز هنقول، ماليش علاقة بتيشيرتات الفرق مين. أنا بس المثير في اللعبة اللي فاتت دي، يعني يا ريت تيجي وإحنا بنتكلم وهي بتتعاد بطيء، إن الكل يقول لك إيه لو المدافع لعبها يبقى خلاص. لا مش خلاص، المدافع لو لعبها وأنا عندي فرصة حصلها يروح رافع رجله الثانية يعقني بيها بعد ما هو اللي لعبها ارتكب الخطأ. ولذلك كلهم يقول لك ايه يعني مزدوجة، صحيح خطأ مزدوج. لكن هو ده جهاد جريشة، هو ده جهاد جريشة اللي رئيس نادي الزمالك قدمه في ندوة انتخابية انه من مرشحيه او من مؤيديه، وانه قال ساعتها ان ده راجل زملكاوي. وهو جهاد جريشة ايضا اللي مباراة الاهلي والاسماعيلي في بداية الموسم، وهو جهاد جريشة اللي لغى لنا جون صحيح 100%، هدف صحيح 100%. وهو بس مهما اعترف، طب السنه اللي فاتت مهما اعترف استاذ ابراهيم والنبي، قبل ما تجيب اللقطات دي، السنه اللي فاتت برضه في مباراه الدور الاول الماتش يعني متأزم، نط عمرو جمال الكره وقعت جبناها جون، اتلغت بحجه ايه؟ ان عمرو جمال لمس الكره بايده وهو فوق. المفاجأة القاسية ان اللي لعب الكرة بايده كان محمود متولي، وقالوا ساعتها يا تحسبها جون يا تحسبها ضرب الجزاء للاهلي. صحيح، هو عمل بقى التالتة اللي محدش يعرف يوصل لها، انه يحسبها على الاهلي. وهيقول لك جهاد جريشة اعترف، طب ما الحكم التشيكي اللي حكم مباراة السوبر في الامارات للاهلي والزمالك اعترف انه الاهلي كان له ضربة جزاء، يا فرحتي باعتراف الحكام.